الحل عادة بيكون إن أنا أقفل عينيا، مش عاوز أشوف اللي نفسي أشوفه بعينيا، عاوز أشوف ما وراء كل الأمور، غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى. ساعات لما بتقفل عينيك في صلاة أو في خلوة، أنت عاوز تفتحهم على السماء، على حب ربنا اللانهائي، على الخطة الجميلة بتاعت خلاص كل البشر. وعاوز تقفل ودانك، مش عاوز أسمع صوت بشر، مش عاوز أسمع منطق البشر، مش عاوز أسمع فكر الإنسانية اللي عمال يقول النهاردة عاوزينه يمشي حلو. طب بكرة؟ مش مهم بكرة. لا مش مهم بكرة إزاي، النهاردة هيخلص كده كده، يعني العمر هيخلص بسرعة جدا، أنا يهمني بكرة مش النهاردة، بكرة بمعنى الأبدية. فأنا عاوز أقفل وداني وأقفل عيني عشان أعرف أصدق ربنا وأعرف أسمعه وأعرف أشوفه. فقضيتنا مش إن ربنا مش قريب ولا إنه ما يتشافش، لا قضيتنا إن النضارة بتاعتنا ملخبطة، عينينا اللي مقفولة وداننا مقفولة. وده شغل الصوم والصلاة والإنجيل والتوبة، بتفتح العينين فبتثبت الإيمان، فبتخليك توصل في لحظة تقول له صدقني من قلبي هقول لك لتكن لمشيئتي بل مشيئتك. مش هطلب حاجة محددة، أنا عاوز اللي أنت عاوزه، اللي أنت عاوزه لي أحلى كتير من اللي أنا فكرت فيه، الأبدية، ونبقى كلنا مع بعض كمان عندك.